هلموا إلى هذا الدين القيم، وهلموا إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ووالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لن يضيع أبدا من سلك سبيل هذا النبي الكريم. وإن حصل له في الدنيا ما حصل، لكن لن يضيع أبدا من سلك سبيل هذا الدين القويم. ومن الظن السيء بالله أن تظن أن الله يضيع أولياءه، أن تظن أن الله يخذل من يدعو إليه لدعوته إلى الله، أبدا، فالله يتولى الصالحين. هو قال ذلك وهو أصدق القائلين. من الظن السيء بالله أن تظن أن الله سيخزيك لاتباعك لكتابه ولاتباعك لسنة رسوله، هذا ظن سيء بالله، بل ستحفظ وتكرم إما في الدنيا ويقينا يوم يقوم الأشهاد، وهذا الفوز العظيم يوم لقاء الله سبحانه.